اهلا شباب، فيديو جديد وشرح جديد في قناة فينيكس. والنهاردة فيديو مميز جدا عن ازاي نبرمج بالذكاء الاصطناعي ان هو يساعدنا ونكتب سكريبتات، وده طبعا حاجة مفيدة جدا للناس اللي مش بتعرف تبرمج. فالفيديو ده هيبقى ليك لو انت اللي مش عارف تبرمج او تعمل سكريبتات في روبوت ستوديو. فيلا منطولش ونخش على الشرح على طول. طبعا يا جدعان نخش هنا في روبوت ستوديو، نفتح روبلوكس ستوديو يا جدعان. بعد ما نفتح روبلوكس ستوديو هنفتح هنا ماب جديد عشان نجرب بيه الذكاء الاصطناعي. فبعد ما نفتح ماب جديد، تعالى مثلا ايه نعمل حاجتين، لا بتعمل بالسكريبت عشان تشتغل، يعني مثلا ايه زر وواجهه. تعالى مثلا نعمل هنا سكرين جي اي ونسميه سيبس، ونحط فيه كده فريم اطار وزر. تعالى ايه بقى ناخد الاطار ده ونسميه سيبس جايز، واما الزر نسميه سيبس. عايزين بقى ايه يا جدعان؟ ان احنا اول ما ندوس على الزر ده يفتح لنا الاطار اللي هو ده الاطار ده. نخليه مثلا ايه، نخلي الذكاء الاصطناعي يديني سكريبت ان احنا لما نيجي ندوس على الزر اللي هو ده يفتح لنا الاطار ده، يعمل فيزيبل ترو، ولما ندوس عليه مره تانية يعمل فيزيبل فولس. فيلا نخش نجرب. تعالى نفتح هنا اول حاجه، هنفتح جوجل كروم، بعد كده نكتب هنا شات جي بي تي، وهتخش عليه من هنا وهيفتح معاك الشات بالشكل ده. بعد ما يفتح معاك بالشكل ده هنكتب هنا اول حاجة، هنقول له هل يمكنك مساعدتي في البرمجة في روبلوكس ستوديو؟ اهو هيقول لك ايوه انا قادر اساعدك كده يعني. ف عايزين نقول له انا اريد سكريبت اضعه في زر اسمه سيبس بوت، اريد هذا الزر عندما اضغط عليه يفتح بتوه سيبس جايز، والإطار والزر بداخل سكرين جاي. نستنى بقى لما يديك السكريبت اهو، وهيقول لك كل حاجة وهيقول لك ازاي تضيف الإطار والكلام ده كله، وهيديك السكريبت اهو، وهيقول لك انت المفروض تحطها فين، السكريبت المحلي اللي هو لوكال سكريبت يا جدعان. فهناخد الايه على الزر ده السكريبت، نستنى بقى ايه ونقول له لو هو يعني لو انت ما فهمتش انت ازاي تاخد السكريبت ده تحطه في انهي يعني في الاطار ولا في الزر ولا نحطه في السكرين جاي ولا فين، فانت تساله بقى تقول له اين ارى هذا السكريبت، هذا السكريبت لكي يعمل، لكي يعمل هذا السكريبت يجب ان اضعه في المكان الصحيح. هيقول لك دلوقتي لازم ناخد السكريبت ده ونحطه جوه الزر ده، فهو مدينا الاسامي اللي احنا المفروض نحطها، لازم ناخد الاسم ده ونحطه هنا كده، وناخد الاسم التاني سيبس فري، عشان اهم حاجه الاسامي يا جدعان، عشان ايه اشتغل معاكم من غير اي مشاكل. فهتقوم انت تاخد السكريبت
وانت بقى حاطه جوه الزر ده بلوكال سكريبت، ونحط بقى السكريبت اهو ونخش نجرب. بعد ما دخلنا يا جدعان اهو، بنيجي بقى ندوس على الزر، الاطار اتفتح معانا. لما نيجي بقى ندوس عليه مره تاني الاطار هيتقفل. فده اول حاجه نعملها في سكرين اللي هو الواجهه، الحاجات دي. فالحاجات دي مهمه برضو، وممكن برضو تقولوا ان هو يعمل لكم كذا وكذا، يعني حاجات زي كده. فبس ده كده وصلنا لغايه نهايه الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم وتحطوا لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تعمل شير عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله هنزل فيديو جديد عن بارس 2، ازاي تكلم الذكاء الاصطناعي ان هو يفهمك بشكل ممتاز، ويفهمك من وخليه يعمل لك سكريبتات من غير اي مشاكل. فبس كده يا جدعان، يلا سلام.